معكم إخوان والأخوات في هذا الفيديو اللي تنقدم فيه قناتي الجديدة، قناة إبداعية وثقافية. أنا حسني الحسن، تنبلغ من العمر 62 سنة، مقيم في مدينة القنيطرة. تنهتم بعدة مواضيع علمية وثقافية، منها الإعلاميات والاقتصاد، وتنهتم ايضا بمواضيع اخرى مثل زراعه الاسطوح ونباتات الزينه، ولكن تنهتم كثيرا بالفنون التشكيليه من رسم ونحت وتصوير. هذه واحد 3 ديال السنوات بنيت في المنزل ديالي واحد الورشه تنصنع فيها بعض اللعاب وبعض التحاف من مواد مختلفه وخصوصا من الخشب، وتنصنع ايضا بعض الاتات لفائده بعض الجمعيات من طاولات وخزانات الى اخره. اذا واضح بان القناه ديالنا غتكون قناه متنوعه، ولكن راه الكثير من او على الاقل في البدايه الكثير من الفيديوهات غادي يكونوا من الورشه، تتخللهم بين الفينة والأخرى فيديوهات من مواضيع مختلفة حتى نبقى متماشي مع الشعار ديال القناة والموضوع ديال القناة اللي هي قناة إبداعية وثقافية أولا، وثانيا حتى ما نحسوش بالملل، وثالثا باش تكون لي فرصة لتقديم بعض من الخبرات ديالي في مجالات متنوعة. طبعا لنصيحة بعض الإخوان غادي نكتفي على الأقل في البداية بفيديو واحد كل أسبوع، وغادي يكون إن شاء الله كل يوم خميس. أخواتي إخواني، أنا راني معلق البلاكة ديال 90، ايوا فاش تكثروا عليا من الكلاكسون وتجعلوني نرتبك، تنتمنى باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا جيم. شكرا، والى الخميس المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.